مفهوم. طيب نرجع بقى لمصر شوية. الإسماعيلي أكيد متابع حضرتك الوضع الصعب اللي بيمر بيه على مستوى النتائج ضمن الفرق الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة، تغييرات عديدة بتحصل على مستوى الأجهزة الفنية، ربما عاصرت موقفا شبيها كابتن نصر وإن كان شبيها لكن أقصر كثيرا من الوضع الحالي. شايف إزاي المشهد؟ ولو تكلمني عن تجربتك مع النادي يا كابتن نصر. صراحة يعني بكل صراحة يعني الوضعية الحالية لنادي الإسماعيل تحزنني شخصيا، وما تحزننيش أنا فقط، تحزن كل الجماهير العربية، لأنه يعني النادي الإسماعيلي نادي كبير وكبير جدا. فأنا أستغرب يعني إلى متى هذا التخبط يعني الإداري، من تقريب ربما من وجودي وبعد تواجدي ايضا، يعني ما فيش الحلول، دائما الاغلاط الاداريه والنظره وغياب الاستراتيجيه. يعني بصراحه انا يعني بفكر، يعني انا عايشت يعني الفريق ومكونات الفريق واعرف الجماهير مدى حب فريقهم، فانا والله قلبي معهم وعليهم يعني بكل صراحه. اللي دخل الاسماعيليه واللي اكل العيش مع اخوان واحبابنا في الاسماعيليه، فلا بد ان يكون حزين، لكن خلينا من العاطفه، خلينا في نقطه اخرى لابد ان اذكرها، وهذا التاريخ يذكرها، يعني مش انا فقط. لما نقول احنا في تونس مثلا اسماعيليه، نعرف اللي الكرة المصرية أو الفرق الكبرى المصرية على مدى السنوات البعيدة كانت هي الممول الأول لنجوم المنتخب المصري أو حتى النادي الأهلي. في السنوات الأخيرة يعني المستوى يعني إنتاج لاعبين من الإسماعيلية مفقود تماما، يعني مفقود تماما، وهذا أيضا من النقاط، يعني نقاط ودي مشكلة ايه؟ تعاقدات او اختيارات للاعبين المنضمين للفريق، ولا قطاعات ناشئين لم تعد توفر نفس الاسماء اللي كانت قوية في وقت سابق بالنسبة للاسماعيلي؟ الاثنين، يعني غياب انتاج، لكن انا لابد يعني متابع وعارف اللي زميلي، والله نسيت زميلي كابتن ماسك القطاع، كابتن حمزة الجمل حاليا، يعني أنا ولا قطاع الناشئين تقصد؟ محمد جمل في الفريق الأول، لكن في الناشئين المسؤول الكابتن، والله زميلي عفوا سامحني، هو اللي لما أنا يعني تمت إقالتي هو مسك مباشرة. ده كابتن خالد القماش تقصد دلوقتي؟ خالد حبيبي، خالد القماش، هو يعني عنده مسؤوليه مع زميل ثاني في استقطاب وارجاع يعني قطاع الناشئين الى احسن مستوى، وانا ثقتي فيه كبيره، لانه ما شاء الله عليه عنده عين وعنده رؤيه وخبره. من ناحيه ثانيه، اظن هناك مخاطر ايضا تنتظر الاسماعيلي في المستقبل، هو ما شاء الله ربي يزيدهم من خيره، الفرق الشركات التي عندها يعني امكانيات مالية كبيرة وكبيرة جدا، إذا كان ناس ورجال الإسماعيلية ما فكرتش يعني في النقطة هذه، مع الأسف يعني المستقبل في ظل القوة المادية الكبيرة جدا لفرق الجديدة هذه الشركات، ربي يزيدهم الخير وعيدها يعني. لكن أنا يعني أنا إسماعيلاوي أكثر من صراحة يعني أكثر من مشجع لأي فريق شركات طبعا. لا بالعكس، دي رسالة يحبها جدا جمهور الإسماعيلي. يقال أنه بسبب العلاقة القوية رغم قصارها مع الإسماعيلي، أنه الإسماعيلي لجأ إلى حضرتك في أزمته مع الأسعد الجزيري اللاعب التونسي للمساعدة في جدولة أو حل الأمر بشكل ودي. 600,000 دولار قد توقف الإسماعيلي عن القيد، هل تدخلت بشكل أو بآخر؟ صراحة أستاذ أحمد ما عنديش فكرة بتاتا عن الموضوع، ولم يعني لم يتصل بي اي حد. ثم انا يعني بحكم تواجدي في بلجيكا او في تنزانيا، لانه مقري رسمي في بلجيكا، علاقاتي في تونس قليله وقليله جدا يعني مع مكونات كره القدم في تونس. فارجو الطرفين يوصلوا لاتفاق، يعني
لكن هذه نقطة من نقاط يعني التخبط الإداري. صح يعني صح صح صح. ثم حضرتك تكلمت على اللاعبين الأجانب، فيظهر لي من حتى في فترتي أنا كنت انتقدت يعني تواجد اللاعبين اللي ما كانوش في مستوى الإسماعيلي، لكن مع الأسف السنوات 5 6 سنوات 6 سنوات ما سمعتش على لاعب يعني أجنبي نجح في مستوى عالي في الإسماعيلي، بعد ربما يعني ابن بلدي فخري ربما نسبيا يعني نسبيا. أنا بحييك على دقتك دايما وقت الوصف، يعني بتقول لاعب نسبيا، لانه حتى المنتظر من فخر مع الاسماعيلي كان جيدا لكن كان منتظر اكتر، فبحييك على دقتك. لا هذه حقيقه يعني احنا متفننين يعني صح. الحقيقه كابتن نصر انا استمتعت بالحوار مع حضرتك، وتاني بحييك على نجاحاتك وان شاء الله موفق حتى على المستوى القاري في الفتره المقبله. شكرا شكرا استاذ احمد، اشكرك جدا على هذه الفرصه، فرصه التواصل مع الجمهور الرياضي عبر حضرتك، وان شاء الله يا رب كل سنه وانتم طيبين في الايام الافاضل هذه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يساعد رجال الاسماعيلي لارجاع الفريق الى موقعه الطبيعي ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن ناصر الدين النابي المدير الفني التونسي السابق لفريق الاسماعيلي والحالي لفريق يانج افريكانز التنزاني. انا هاني مش احمد، بس عشان خاطر اتقال لي في ودني ما تعدل، بس عادي ما تتعدلش، ما هاني احمد كلها اسماء طبيعيه بتتقال. احب بس